اجلاء طويل شوي، يعني تحركنا من منطقة في الخرطوم الى منطقة على بعد حوالي 1200-1300 كيلو، وطبعا كانت هاي التحرك بر، كانت شوي الامور صعبة يعني، لكن الحمد لله كنا متكاتفين برعاية السفارة الأردنية، والحمد لله رب العالمين تمت الامور بنجاح. Adım Mehmet Uğraç. Ben 17 senedir Sudan'dayım. Buradaki karışıklıktan dolayı ülkemize dönmek istiyoruz inşallah. Devletimiz de yardımcı oldu. İmkanları sağladı. Biz de inşallah